عارفين احنا ليش دعناكم اليوم؟ انا عارف انها السيارات بس ما عارف شو بنسوي. اليوم بدي اوريكم كم من صوره، خلينا نحكي شو هم. في 8 سبورت او فور ويل. طيب الصوره اللي بعديها شو شايفين هنا؟ ريمبو فرامل سبورت. ايش ممكن في نوع سياره يكون فيها هذا؟ اكثر شيء يكون على سيارات السبورت مثلا في الكوفت. الصوره هاي شو شايفين فيها؟ فورلا قوه فخامه. ايش السياره اللي ممكن يكون فيها كل هذول الشغلات؟ فراري بورش كومارو. تفضلوا. بحب اعرفكم على شيفروليه تاهو ار اس تي 2019. واو ما شاء الله ما شاء الله شكلها ملكي صراحه. لاحظتوا شعار شيفروليه المضيء ومحرك في 8 6.2 لتر بقوة 420 حصان، تتسارع من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بأقل من 6 ثواني. طب شو رأيكم نجرب قوتها؟ حمستنا صراحة. ما تقدر توصف يعني شو اقول. عجب من الخيال. قويه شرسه جريئه رياضيه فوق العشره بعطيها بعد